كمان من ضمن اوجه اهميه هذه المباراه مباراه بلجيكا ان هي هتكون طبعا ليها نسبه مشاهده عاليه جدا 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 في كتير من دول العالم من خلال وسائل الاعلام المختلفه. وهوضح ليه انا بقول لحضراتكم الكلمتين دول، لانه من المهم جدا ان العالم يتفرج على منتخب مصر وعلى لعيبه منتخب مصر في التوقيت ده. بدايه بالنسبه لبلجيكا، فطبعا هم بيلعبوا في مجموعه في كاس العالم بتضم المغرب وكرواتيا وكندا. يعني اول حاجه فرق وجماهير ولاعبي الثلاث منتخبات دول هيتفرجوا على المباراه دي، نقطه. النقطه الثانيه، منتخب بلجيكا المفروض ان هم هيلعبوا المباراه دي، يعني وضع طبيعي جدا ان المدربين، بتكلم على اللعيبه المحترفين في المنتخب البلجيكي، طبيعي ان المدربين بتوعهم في انديتهم المختلفه هم كمان هيتابعوا هذه المباراه، لان يهمهم يشوفوا نجومهم المحترفين في منتخبات بلدهم عاملين ازاي. ده غير ان جماهير الفرق دي كمان في حد ذاتها اكيد يهمها جدا ان هي تشوف لعيبتها المحترفه مع منتخبات بلدها. يعني مثلا الحارس الشهير كورتوا هيلعب الماتش، ومؤكد ان مدربه في ريال مدريد انشيلوتي هيتابع هذه المباراه، وكمان النجم الشهير كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي واللي مليون في الميه هيلعب المباراه، واكيد مدربه جوارديولا هو كمان هيتابع هذه المباراه. طبعا لوكاكو في انتر ميلان وغيره وغيره. انا بس بقول لحضراتكم نموذج كده، شويه امثله بسيطه عشان نوضح لحضراتكم مدى اهميه هذا اللقاء وهذه المباراه من حيث المتابعه الجماهيريه. وفوق ده كله اكيد يعني مشاركه بقى نجمنا العالمي محمد صلاح هيخلي المباراه تحظى باهتمام اكبر واكبر في العالم كله. لازم نستغل الموضوع ده كويس قوي، ولازم يعني نخرج باكثر الدروس المستفاده من مواجهه منتخبنا لمنتخب بلجيكا ان شاء الله.